ويحسناه أكيد من داخل بلدنا العراق. أكيد تحديدا هو بالعراق تحديدا ذي قار. تمام. كنا نعرف اليوم بأغلب محافظاتنا العراقية دائما هم معروفين بشهامتهم بنخوتهم، خاصة إذا اليوم الشاب العراقي أو ممكن حتى الشاب العراقية من ينتخي فيقول لك ادعيناك، يعني أبدا ما راح يفشلك، وهذا الشيء إحنا متعارفين عنه والمفضل الله طبعا. فشباب بذي قار يجمعون تقريبا ربع مليار دينار من التبرعات وخلال 55 يوم فقط، يعني 55 يوم جمعوا ربع مليار. راح نسرد لكم تفاصيل هذا الخبر وشنو سبب انه جمعوا هذا المبلغ، وانتشر طبعا بشكل كلش واسع هذه المبادرة، انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ضمن مبادرة مجانا في ذي قار، مساهمة من أهالي المحافظة والمتبرعين في دول الخارج وعدد من الجمعيات والمؤسسات، استطاع مجموعة من الشباب جمع هذا المبلغ لمعالجة 4 حالات مرضية في المحافظة، وهي 81 مليون دينار لحالة الطفل علي الجيل المصاب بالفجل الكلوي من أهالي ناحية الحمار، و66 مليون لحالة الشاب رائد حسن المصاب أيضا بالفشل الكلوي من أهالي قضاء البطحاء، 51 مليون لحالة الطفل عباس العتاب المصاب بالفشل في نخاع العظم من أهالي قضاء النصر، و50 مليون لحالة الشاب حيدر هداوي المصاب بالفشل الكلوي من أهالي ناحية الفضلية، ليصبح ما جمع خلال 55 يوما 248 مليون دينار. هذه هي المبادرة بعنوان مجانا في ذي قار اللي قاموا بها مجموعة من الشباب بجمع تبرعات من داخل العراق وحتى من خارجه في سبيل اليوم يعالجون بعض الأشخاص اللي هم من عوائل متعففة ما عندهم الإمكانية والمقدرة حتى في سبيل يعالجون بعض الحالات المرضية لهؤلاء الأشخاص، فأكيد ربي شافيهم بأقرب وقت. وهذول الشباب أكيد هذه المبادرة اللي قاموا بها ما ممكن اليوم نجازيهم عليها، ربي يجازيهم إن شاء الله بكل خير ويكثر من أمثالهم، وهذه أكيد بميزان حسناتهم، لأن بسببهم اليوم كم شخص راح يتم إنقاذ حياته، كم شخص اليوم أنتوا ساعدتوا بهذه المبادرة. وأنا أرجع وأقول للمرة الثانية إحنا العراقيين معروفين بشهامتنا ونخوتنا، وأكيد هذه المبادرات اليوم لو تتحقق بأغلب محافظاتنا وهي تصير مو أول مرة، أي شخص اليوم يحتاج للمعونة فأكيد العراقيين ما راح يقصون وراح يكونون هم دائما عد عين أي شخص يحتاجهم.